اسمي مصطفى أبو طه من خليفة الطيري، مواليدي 34. كنت بالمدرسة بالصف الرابع، مدرسة بسموها مدرسة الأولاد شرق البلد، وحيدة حواليها جبال، ثلاث جبال شمال شرق جنوب. للطيري؟ إيه للطيري. إيه إيه بحار الشرقية. مين هني؟ كم حمولة؟ حمولة أهل الطيري كلهن؟ اه اللي بتعرفهم؟ بعد كثير يعني الحمايل كلها، بيت أبو راشد، بيت عمورة، بيت درباس، بيت حجير، بيت البحيري، اللهم صل على النبي، الباش، بيت الباش، إدريس، دار اللبن يقولوا لهن. هذول كلهم كانوا ساكنين بأي حارة؟ كل الطيري. أما حارتنا الشرقية بيت جربوع، اللهم صل، بيت أبو عيسى الزعطوط، ما بعرف شو يقولوا يلبوهن. هاي الجهة الغربية فيها قهوة، قهوة سموها قهوة دار محبوب. اللهم صل على النبي. شو كمان بدك؟ حج القرية كان كنتوا تزرعوا فيها؟ كان فيها مثلا يزرعوا قمح، يزرعوا خضرة، يزرعوا بطيخ، يزرعوا شمام، يزرعوا يا حبوب، يربوا مواشي، بقر، معزة، هيك شغلات، تين، صبر ملياني. كله ببلاش، ما حدا يعني يبيع، كله ياكل اهل البلد. كان في عندكم شيء زيتون، زراعة زيتون؟ زيتون مشهورة بالزيتون، السهل كله زيتون. زيتون روماني كبير من القديم. الرومي. ايه. هذا الحج الزيتون انتم وين كنتوا تعصروه؟ في معصرة بالحارة الشمالية لبيت الزبن. معصرة. يعني معصرة قديمة بيت الزبن. يعصروا قمح، وفي معصرة يزرعوا فيها، يطحنوا فيها القمح. وقت ما الزيتون يعصروا الزيتون فيها. هاي اللي بعرفه. اللي كانت المعصرة حج تشتغل على الدواب ولا على المكنة؟ والله يمكن ما بعرف، والله على المزوت شو ما بعرف. طيب حج القرية، القرية انتو كان فيها مختار؟ فيها مختار اسمه عبد الله سلمان، وفيها مختار اسمه خضر ادريس، وواحد اسمه حسن الصروي. هذا كل واحد منهم كان كل واحد بحاره. ايه بس المختار كان مشهور اكثر، واسمه عبد الله السلمان، يقولوا له ابو وجيه. ماتوا بالاردن يمكن. والله ليله من الليالي برق سيارات، ما بعرف شو، محمل دخان، ما بعرف شو، سبقوا لأهل الطير، طخوا عليها، ما بعرف شو، هربوا اليهود، قاموا جابوا السيارات على الطير، ما بعرف شو، هيك شغله متذكرها. قاموا لسه يضربونا بالمدافع، يضربونا من الأردن اسمه خوزة، يضربوا على الطير بالمدافع. الصبح أبعت الناس على بسموها باب النهر، هناك من هناك رحنا على الأردن. ما صار في مقاومة من الطيري؟ في خير الله مقاومة. يطلعوا على الداير، شو بسموه، حرس، ما بعرف، عسكر. يعني كل واحد عنده بارود، عنده كذا، يطلع داير البلد يحرس البلد. قسموا حال الحارات انتوا، الحارة الطبيعية؟ يمكن كل حارة يطلع له كم شب فيها. احنا كنا بالحارة الشرقية، الأف بيقولوا لها. كانوا مين كان مستلمها الحارة؟ ما في هيك شرب بعريب. فلاحين، بتعرف فلاحين، اللي عنده بارود، اللي عنده مبارك كريشن، ما بعرف يسموه رشاش، ما بعرف شو كريشن. هذول الاسلحه كان عندكم كثير اسلحه؟ لا. ولا ولا ما في، معك الفشكه خلصوا، ما في غير، ما في غير. لا هاي الشغله. وين في حدا عندكم باع ذهب او شيء؟ والله كانوا يبيعوا الفرشه ويشتروا بارودي، هيك كنت اسمع من العالم. يبيعوا ذهب، يبيعوا الاواعي الفرشه والصوف غالي، يبيعوا الفرشه ويشتروا بارودي. يبيعوها هيك يشتروا بارودي. اذا بترجع بترجع؟ اي والله، اي بالله. طب شو بتوصينا لنا احنا؟ والله كمان للولد، ان كان يقول اليهود بكره الكبار بموتوا والصغار بنسوا. لا هلا الصغار فتنوا اكثر من الكبار. وعيوا. والله وعيوا. ايه هن لو كانت العالم فلسطين مثل هالجيل هذا ما حدا طلع. ما بطلع. لا والله. خلعوه. كنا هيك على البركه. احنا تعلمنا منكم يا حاج. احنا كنا هيك يعني بصراحه، كنا يعني مو هجاي. ما في اليهود ما لهم قيمه كانوا. من لا وطن له لا دين له، وين انتهى الكلام. ولا لا؟